السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور. عندنا هالموتر جيمس موديل 1996 وارد الجميح، ماكينة 8 سلندر 350 5.7، راح ينزل مزاد لمدة 4 أيام إلى 3 أيام في مزاد صفقة. طبعا الموتر بالجهاز صبغ البلد، في بعض الملاحظات في البدي بدون رش، الموتر بالكامل صبغ البلد بداخلية الوكالة، راح نريكم التفاصيل بالكامل وبعض الملاحظات اللي على البدي. ما في أي ملاحظات، في عندكم بعض الملاحظات هنا، في بعض الملاحظات هنا في الزيق هذا، تشميس بسيط، الدعاسات ما في أي ملاحظات، في ملاحظة هنا في الصبغ، في عندكم ملاحظة في الباب هنا، أريكم الداخلية. طبعا داخلية كهرب مع المراتب، هاي داخلية الموتر، ديكورات، أكواب، ما في أي مشاكل أو تكسير، السقف ما في تقطيع، هذا الاستيكر تبع الوكالة. أريكم الواجهة الحين من الأمام، في ملاحظات على جلد الصدام نفسي على الجوانب، شمعات، اسطبات، جميعها بلد. في عندكم علامة الجي ام سي في تشميس بسيط، في ملاحظات في الصبغ هنا مثل الدقة دي هنا بسيطة، يعني أشياء لا تذكر. في ملاحظات في الباب، الممشى يا أخوان 58,000 كيلو، ممشى صحيح. نريكم الفرش الحين، فرش الأرضي، كيس الوكالة، هذه الكتيبات، ما شاء الله تبارك الله، موديل 1996 بأوراقه ما شاء الله تبارك الله. الأكواب ما في أي تكسير أو مشاكل، ديكورات الباب جميعها سليمة، ديكور الخلفي هذا، المقاعد الخلفية ما في أي مشاكل في الداخلية، 10 من 10. عندكم تبع الأكواب هذه سليمة، طفاية اللي هناك، أريكم هنا بالخلف، أريكم الحين خلفية الموتر، الشنطة، هذه أكياس الوكالة طبعا، واستبنة الوكالة ما انفكت، هذه خلفية الموتر. راح نصور لكم السيارة بالأسفل فيديو بالكامل، نشغل لكم السيارة الآن، نوريكم الماكينة. الأزرار ما في مشاكل، جميعها تعمل، نقول لكم السيارة الآن، نوريكم الديكور الباب ما في أي ملاحظات، الأزرار تبع الباب والقزاز جميعها تعمل. نشغل لكم السيارة، هذا الممشى 52,000، ما شاء الله تبارك الله. في ملاحظة يا اخوان في السويتش زي ما تشوفون، تشميس مسجل، مكيف شغال، شماسيات. نريكم الماكينة الآن، ماكينة 8 سلندر 350 5.7، ما شاء الله تبارك الله. الحين نسوق السيارة، طبعا يا اخوان السيارة مواصفات خليجية، ممكن بعض الناس راح يستغرب انه كيف 8 مسمار بفرنس كبير وماكينة 350 اللي هي 5.7، تقدر برقم الشاصي حق السيارة تبحث
وراح تلقى انه برقم الشاصيه جاء على السيارات هذه او الموديل هذا بالمواصفات هذه اللي هي الماكينه حجم 350. جميع الاسطبات واللمبات شغاله. اللي عنده اي سؤال اي استفسار يا اخوان يتواصل معنا عن طريق الارقام الموجوده في موقعنا صفحه دوتسيه، ونشوفكم في مزاد جديد باذن الله. طيب، والان راح نوريكم الجيمس من اسفل ونذكر لكم جميع الملاحظات. الشاصي الامامي يا اخوان سليم، لا يوجد قص او لحامات في الجهتين. علبه الدركسون السفليه سليمه من التهريبات. العضلات سليمه، لا يوجد اي ملاحظات. الجلد، المساعدات جميعها سليمه. عندكم كارتير الماكينه يا اخوان، يوجد تهريب من صره كارتير الماكينه. الجير سليم، لا يوجد اي تهريبات او ترشيحات. أرضية السيارة من أسفل سليمة من التآكل والاهتراء، لا يوجد صدى. الدفرنس الخلفي كذلك سليم، لا يوجد تهريبات أو مشاكل. المساعدات الخلفية سليمة. عندكم الشاصي الخلفي زي ما تشوفوا كذلك سليم، لا يوجد قص أو لحامات أو أي مشاكل. هذا تانك البنزين هنا في الخلف، هذا الشاصي الجهة الثانية، وهذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من أسفل.